اهلا اهلا. النهارده هنعمل اكسرسايز 20 من جو فور سايزز، وده اخر اكسرسايز في الليست اوف اكسرسايز الموجوده هنا، which means ان ده هيبقى اخر فيديو في السيريز بتاعت كودينج ان جو اللي انا بداتها. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا لحد دلوقتي، وان الفيديوز دي تكون فرقت معاكم، especially الناس اللي هي ما اشتغلتش بجو قبل كده. وجالي كومنتس من كذا حد ان بيفضلوا لو الفيديوز دي موجوده على يوتيوب، فان شاء الله هحاول الفتره الجايه ان انا اعملها ابلود على يوتيوب. ده هياخد وقت شويه، بس وانس انها تبقى ابلودد هكومنت على البوست هنا عشان اعرفكم. فخلينا نجامب انتو الاكسرسايز. الاكسرسايز النهارده شبه بتاع المره اللي فاتت كده، في حته ان هو ما فيهوش حاجه جديده قوي في جو، بس هو بيركز على ان احنا بنستخدم باكجز عشان نبيلد حاجات بتستخدم كتير واحنا شغالين بجو. المرة اللي فاتت كان عن الايمجز، المرة دي عن البي دي افس. فخليني كده اكريت الستركتشر بتاعت البروجكت. هو المرة دي باسمه بي دي اف بالظبط. خلينا اكريت جواه المين دوت جو فايل، و اخد الباكج من المرة اللي فاتت وانقلها هنا. هو في الاغلب هنستخدم packages external يعني عشان نعرف نكريت البي دي اف. وخلينا نقرا الاكسرسايز. There are two goals with this exercise. Create a PDF invoice, given some data about a fake customer's recent transactions, generate a course completion certificate for gopher sizes and add your name to it. Yep, you read that right. Many courses will give you a course completion certificate. This one teaches you to generate it yourself. The design part of the creating the PDFs can take a while, so don't get upset if this exercise takes a few hours to get. طبعا مش هنقعد few hours فيها، نحاول ان احنا نبقى منجزين شويه، بس نبقى نتعلم البيزكس على الاقل. Given data like the following, generate a PDF invoice. تعالى ناخد الداتا دي كده نحطها عندنا ونشوف هي بتتكلم عن ايه. فبيقول ان احنا عندنا دي لاين ايتمز تقريبا، يونت نيم، برايس بير يونت، ويونت بيرشيزد، يعني عايز يقول ان احنا اشترينا كذا واحده بكذا، واحنا اشترينا كم واحده، واحنا عايزين نجنريت انفويس بالمعلومات دي. The invoice should look something like the image below, but you're free to add some custom flair or make changes as you see fit. طيب تعالوا نشوف ازاي هنقدر اصلا نبيلد البي دي اف ده. You may not do this all dynamically at first, but once you have your code working, try to clean it up and make it easier to create dynamic invoices as the data you are provided changes. You can even try to come up with a way to add support for multiple pages. ونفس الشيء برضه للكورس A completion. Notes, images like jumper gopher نقدر نجمعهم من هنا. ودي library اللي بيسجست نستخدمها اسمها gofpdf. The library can take some time to get used to. ده حقيقي انا جربت اشتغل بي دي افس قبل كده، مش في جو بس، حتى في لانجوجز ثانيه، وعاده بيبقى الموضوع سخيف في الاول لحد ما نبدا نتعود على البي دي اف بيشتغل ازاي. بس خلينا نجرب المره دي نعمل حاجه بسيطه على الاقل. The library can take some time, especially some of the string arguments like alignment, fill, etc. It can also be confusing learning which function to use for text, etc. as each has its own pros and cons. Just experiment and experiment a bit and try to get something working. جميل. طيب اول حاجه عايزين نبص عليها البي دي اف باكج اللي هو قالنا عليها دي. خلينا نروح للجيت هاب بيج بتاعتها، تالي كان فيها دوكيومنتيشن ظريفه على طول ممكن نبدا بيها. has been archived. اوكي خلينا نقرا كده. اوكي بس واضح انها لسه ينفع تستخدم يعني. طيب خلينا كده نشوف الاكزامبل هنا عامل ازاي عشان نعرف نستخدمه. فين الاكزامبل؟ installation، ده اللينك اللي احنا هنستخدمه. نزوده هنا في الامبورت ستيتمنت.
و اكزامبل بتاعه. خلينا ناخد اكزامبل الصغير ده ونشوف هنستخدمه ازاي. طيب عشان افضي الدنيا ممكن ناخد الداتا دي نرميها في قبل المين دوت جو كده في var. جميل. وايه كولابس الفار ده كده دلوقتي وخلينا في المين نشوف الكلام ده بيطلع لنا ايه. if error error not equal nil log dot fatal f failed to create pdf وده ال error اللي حصل ون save. وهنا في نقطة في بعض الزيادة نشيلها. طيب خلينا نرن الكلام ده ونشوف هيطلع ايه. المفروض هيطلع لنا فايل اسمه hello.pdf. خليني اسميه دلوقتي output.pdf عشان ما نقعدش نغيره كل شويه ونقول له go run main.go. خلينا نشوف ده طلع لنا ايه. نجرب نفتح الاوتبوت واعمل حاجه اصلا او output.pdf. خلينا نفتحه كده ونشوف ايه اللي طالع. تالي ممكن نجيب extension بيشغل الـ PDFs. sort by install count. تالي هو ده. تمام نفتح تاني الاوت.pdf. تجي من هنا مثلا رايت كليك فيو بي دي اف بالظبط كده. فده عمل لنا جنريت لايه للبي دي اف الجميل ده. طيب عايزين نشوف لو احنا لما بنابديت هنا بيابديت على طول ولا لا. فسيف نقول له جو ران مين دوت جو عمل ابديت زي الفل. جميل. بس عايزين نظبط الزوم شوية. اوكي هو تمام كده ماشي. تعال نبدأ بقى نشوف الايه اللي هو عامله هنا. هو خلينا نوسع الدنيا على نفسنا شوية نشوف. هو دلوقتي قال ان هو هيعمل بي دي اف جديدة نيو دي بتاخد بارامترز او الواحدة الاورينتيشن فغالبا بي يعني بورتري ممكن بورتري حاجات بورتري وحاجات لاندسكيب. يونت سترينج اللي هي اللي بيقيس بيها المليمتر. السايز بتاعها A4 واخر حاجه فونت داير سترينج غالبا دي لو هنستخدم كاستم فونتس او حاجه. تمام بعد كده بيأد بيج فزي واضح ان دوكيمنت بيزود فيها بيج باي بيج. بيقول الفونت بتاعنا بأريال تقريبا دي بتاخد اسم الفونت وبعد كده الستايل بي تقريبا يعني بولد والسايز بتاعه 16 وبعد كده بيحط بيرسم سيل غالبا دي عشان يحط جواها تكست بيديلها الايه الويث والهايت بتاعها ويبدأ ايه يكتب جواها التكست ده. طيب واخر كول دي هي اللي بتعمل ايه بتحول الكلام ده لبي دي اف فايل. طيب خلينا نشوف الاكزامبل بتاعنا عامل ازاي. فين البي دي اف فايل اللي عايزين نعمله. اوكي واضح ان هو عايز يحط الانفويس هنا. متهيألي الباكج دي لو انا فاكر كويس كان فيها اكزامبل فولدر. خليني نبص عليه كده.
ولا في دي اف دي؟ فاكر ان كان في examples ممكن الواحد يبص عليها. ايوه example PDFs. This example in context. FPDF test.go. Page template ensures new page templates work. This will be the second page. Okay. Footer. هذه الاكزامبلز هاد بيج. كل مره ممكن نزود بيج. مالتي سيل ستريت سبورت رابينج لاين جاستيفيكيشن اند بيج بريكينج. ممكن نسيت التايتل والاوثر بتوع ال بي دي اف نعمل لها هيدر وفوتر. تعال نجرب موضوع الهيدر والفوتر ده. هنا بقى ايه نشيل الكلام ده. عايز اعرف اصلا هو باي ديفولت الفونت هيبقى عامل ازاي. لو شلنا السطر بتاع الفونت ده وجربنا نجنريت ثاني مفرقش كتير صح؟ تعالى نعمل كده مثلا. خليه يطلع لنا حاجة قبل الفونت حاجة بعدها. اوكي والله انا حاطط الاتنين فوق بعض. غالبا سيلز دي بيتحطوا فاكر كان في حاجة اسمها بي دي اف دوت لاين تقريبا لين بتحط دي مسافة. فنقول له مثلا ايه 20. تعال نجرب نرن تاني. فونت has not been set unable to render. اوكي يبقى لازم نسيت الفونت الاول. اوكي تمام لازم نسيت الفونت الاول. يبقى خلينا ايه نعمل بي دي اف ونسيت الفونت. بعد كده نأد البيج وايه نشوف هنعمل ايه في البيج دي. طيب خلونا حاجة نعملها الاول برضو زي ما هو عامل هنا الايه ال هنشوف سيت تايتل دي شغالة ازاي. بي دي اف دوت سيت تايتل هي مش هتبقى باينة في الدوكيمنت بس هتبقى باينة في في الانفو بتاع الدوكيمنت. فالتايتل دي بتاخد string اللي هو التايتل اللي عايز احطه و AZTF8 غالبا دي عشان هنسبورت حاجه زي مثلا عربي او ياباني او حاجات اللي هي غير الانجليش. فممكن نسمي دي مثلا ايه مش فارقه. خلينا بس اللي عايز اجربها موضوع الايه الهيدر فانكشن دي شغاله ازاي. خلينا نكوبي دي كده paste it ونشوف. هو بيست الفونت هنا خلي كل فونت يبقى هو الديفولت. كالكوليت الويث اوف التايتل اند بوزيشن get string width. اوكي set x. اوكي هو بيلعب بارقام بقى يعني مثلا بيجيب الويث بتاع حاجه معينه غالبا 210 ده اللي هو الويث بتاع الصفحه اللي هي الاي 4 بيبدا يلعب بيها بقى عشان يحط حاجه في النص مثلا فيبدا يشيل حته من هنا وحته من هنا and so on. set row set fill color set text color. جميل set line width cell format نيجر سيل اللي كنا مستخدمينها غالبا دي نعرف نظبط فيها حبة options تانية و line break اللي كنت وريتها لكم. اوكي هو في الاكزامبل بتاعنا. تعال نشوف مثلا اللي ممكن يتعمل ايه header. ممكن الحتة اللي فوق دي هي اللي تبقى الهيدر بتاعنا. فخلينا نحط مثلا كلمة invoice بخط كبير. خلينا نخلي الفونت ده يتحط هنا وهنا. اقول له سيت الفونت بتاعنا ببولد مثلا ويبقى 48 تمام. وهنحط كلمة ايه التايتل بتاعنا هيبقى تعالى ندفاين فوق
const document doc title مثلا equal invoice. جميل. ممكن نقول له مثلا نسمي doc header title doc header مثلا contact. هنعملها كده ونقول له دي عبارة عن الباليز اللي موجودة هنا. هل نجريت حاجة شبهة قوي يعني 814 977 7566 وبعد كده new line نقول له john@calhoun.io و new line و gofirstsizes.com نقول له doc header address equal 123 fake street و some town PA / n 1234. جميل. سيبنا بالصورة دلوقتي ممكن نحطها بعدين بس خلينا اول نحط الايه الكلام ده. فهنقول ان احنا الهيدر بتاعنا هيبقى ان احنا بنحط هنسيب الوقت ده نجرب نحط على طول ايه نبدأ from scratch خلاص نحط سيل بس هنشوف سيل فور مادي تفرق عن سيل. سيل فور مادي بتاخد width والهايت والسترينج البوردر اوكي وال ان والاينمنت سترينج يعني سنتر ولا لا وفيل ولينك حاجات كتير قوي. فاحنا خلينا بس ايه في سيل اوكي وعايزين نعرف الويث بتاع قد ايه عشان كده كان محتاج الويث اوكي. فنقول له مثلا ايه تايتل ويث ايكوال بي دي اف دوت جيت سترينج width بتاع doc header title. طب الهايت هيبقى قد ايه؟ الهايت هيبقى 48 مثلا نفس الفونت سايز عرفتي يعني بس ممكن. والتايتل بتاعنا هيبقى هو ده ومش عايزين البارامترز بقى يبقى هي دي السيل وسيبنا من line height. خلينا نحط دي كده بس كده ونشوف هتطلع لنا ايه. جميل جدا حط لنا كلمة invoice. ممكن كمان نقول له بقى ايه ان ال نكبرها كلها كده تمام. بس الفونت كبير شوية ممكن نصغره انا عايز اعرف الهايت دي ايه لازمتها يعني. Cell is a simpler version of cell format with no fill. The cell strikeout example demonstrate this. طب لا يعني لو دي خليتها زيرو مثلا هيحصل ايه؟ هل هو هتمط لوحدها؟ حطها فوق يبقى خليها زيرو زي ما هي ماشي. يبقى احنا ممكن نقول له مثلا كنت عايز اغير الفونت ده نصغره شويه نخليه مثلا ايه 36 ظريف كده جميل. خلينا بقى نحط الحاجات التانية. نقول له مثلا ايه نفس الموضوع كده نقول له set font تانية وخط اصغر شوية مثلا نقول له 12 ونقول له contacts width نقول pdf.get string width كده نقول له pdf.cell برضو context width و 0 والtext بتاعنا اللي نشوف ده هيعمل لنا ايه. حطها كده بس رصت الكلام كله جنب بعضه اوكي. طب احنا مش عايزين كده احنا عايزينه يقسمه على كذا سطر. انا فاكر كان في واحده من الاكزامبلز بتهندل موضوع اي مالتي سيل دي
ازاي بتعمله بقى ده؟ PDF مالتي سلاحي. اوكي خلينا نجربها ونشوف مالتي سيل دي بتعمل ايه. مالتي سيل دي بتاخد width و height و string, border string, align string و fill boolean. فحضرت ايه كله بفاضي. تمام خلينا نشوف دي كده هتطلع اللي احنا عايزينه ولا لا. اوكي رصت الكلام كله فوق بعضه. تفتكر عشان الهايت مثلا عامله كتير؟ خلي دي مثلا ايه 50 نشوف هتعمل لنا ايه. اوكي طيب مش 50 بقى, بنقول له 3 × 12 اللي هي ايه 12 × 3. كبيرة برضه. طب الهايت اقول له مثلا ايه 3 بس. افتكر ده مثلا بياخدها بالسطر يعني. تمام اوكي يبقى ساعتها الزيرو دي مثلا نخليها 1 نشوف هتعمل لنا ايه. اوكي ظريفة كده مش وحشة عامة. ممكن مثلا نكبرها شوية نقول له 3 × 1.2 على اساس ايه ده يبقى line height. وممكن مثلا ندفاين هنا constant نقول له line height equal 1.2 فهنا تبقى line height وهنا 3 × line height. run ولا ايه انا فاهم غلط. خليها 2 مثلا. هي دي فكرة البي دي اف كنا بنرسم يعني, هنقعد نجرب واحدة واحدة لحد ما ايه ما الدنيا تظبط. طيب كده شكلها تمام. اوكي اللي بعده هنعمل نفس الموضوع لاخر حاجة اللي هي الادرس. ناخد ده كده كوبي ونقول له ايه مش محتاجين الفونت بقى ساعتها, نقول له بقى الادرس width ادرس والادرس. جميل نجرب نران كده ونشوف هيحصل ايه. undefined doc header address عشان كاتبها غلط. جرب نرن ما يطلع لنا ايه الادرس في سطر تاني. ليه يا ترى؟ هل في طريقة نعرف نبص بيها على السيلز دي حجمها عامل ازاي؟ يعني مثلا لو بتاخد بوردر, بوردر دي بتشتغل ازاي؟ تيجي نشوف set left margin split lines tables cell format tables نقول حاجات ليها علاقة بان احنا عايزين نحط table html nice ممكن نكتب html نحط custom font right align how to align text with the right function. اوكي زي نحط صورة image options set accept page break function keywords زي نرسم دايرة الفا. واضح الاكزامبلز دي كتير يعني وحلوة يعني ممكن تبقى مفيدة. clip text page size bookmark transform begin في حاجة. طيب ممكن تبقى split lines مثلا line splitting function. the line height بيجيبه هنا من get font size nice.
split lines and height اوكي ودي الطريقة الأصح اللي احنا نعمل بيها الايه ال lines طيب خلينا مثلا نعمل ايه helper function كده اسمها p paragraph يعني بتاخد التكست بتاعنا هنا اهوت كسترينج وبتاخد الايه ال pdf بتاعنا كايه go pdf.pdf تقريبا نو هاي ال pdf دي f pdf pointer صح بالظبط كده تبدأ ترسم لنا التكست بتاعنا فاحنا ساعتها هناخد دي كده ونقول له اعمل لنا paragraph بالايه doc header contacts تعال نشوف ال implement ده ازاي جميل يبقى احنا اول حاجة هنعملها ان احنا هنجيب اللاين هايت اللاين هايت هنقول له هنسبلت اللاين بالوث حسب ازاي ال WDD ده قصده لو عندنا تكست طويل اوكي فهمت مش هو ده اللي احنا عايزينه قصده لو عايزين عندنا باراجراف طويل مثلا وعايزين نقسمه على كذا سطر على حسب عرض معين نعمل من الاخر راب تكست راب ظريفة دي برضه عايزين نحط رغي كتير ازاي نرسم اس في جي سيل فورمات الاين مش فاهم الحروف دي top left top center اوكي ازاي نحط كله طيب border string اهوت فين معرفه 1 هو مجرد رقم يعني تمام سهلا فين البوردر سترينج كانت اول ارجيومنت اول ارجيومنت نحط 1 هنا نحط 1 هنا ونشوف هيعمل لنا ايه اوكي يبقى هو الوث طول منه قوي بقى كده اوكي عشان كده يبقى هو حسب الوث حتى بالنيو لاين كاركتر اللي احنا زودناه طيب طب احنا دي بقى الجستيفاي دي مثلا كتبت له ار هنا هيجيب الحاجه على اليمين تفتكروا زي الفل لان احنا هنا في الاكزامبل المفروض عايزين الحاجات دي ايه الايند على اليمين فيهم هما الاثنين نحط هنا ار يبقى دي كده رايت الايند جميل عايزين بقى نبدا ده نشوف الوات بتاعه نحسبه ازاي طيب تعالى نكمل بقية الإكزامبل شفت الإكزامبلز بتعلم واحدة بواحدة ازاي كود بيج اسكيب سيل فورمات كود بيج بروتكشن بوليجون اد لاير ايمج مش عارف ايه سيت فونت لودر موف تو درو باث تمبلت add font from bytes clip rect كل حاجات لها علاقة بالرسم جافا سكريبت اوكي كنت عارف ان في جافا سكريبت في PDF register alias grid interesting page box sub right set page fill color transform rotate
UTF-8 font, round rect, underline thickness, strike out, rendering mode, unsupported char, attachments, modification date. ايش حاجة مفيدة؟ جميل. طيب نرجع هنا تاني. تعالوا نفكر نشوف هنعمل الموضوع ده ازاي. عشان لو ظبطنا موضوع الوقت ده متهيألي نعرف نجري شوية في ايه في الـ في الـ في الانفويس يعني في ان احنا نبني الانفويس. فممكن اعملها بطريقة بلدي شوية ان احنا يبقى في عندنا helper function هي اللي بتحسب لي الوقت. فنقول له مثلا ايه func str width تاخد هنا string text تاخد هنا ايه ال pdf بتاعتنا go fpdf.fpdf ترجع int ودي اللي بتعمله انها لو جايلنا string هي بتستخدم نفس الفانكشن بتاع get string width بس الفرق ان هي هتسبلت على الباك سلاش n وتشوف مين اكبر width في السطور اللي موجودة عندي. جميل. اكشن ممكن تكون بترجع اتنين انس بقى بترجع number of lines اللي هي لقيتها وترجع الويث بتاعها. هنقول له كده نقول الاول بقى ايه int او مثلا var max width int ونبدا ايه نسبلت نقول له lines equal strings dot split التكست ده على backslash n و هنرترن هنا الlen of lines دي أول argument و الmax width هيبقى 4 line range lines الwidth يساوي الwidth بتاع line ولو الويدث ده اكبر من الماكس ويدث ماكس ويدث هيبقى ايكوال ويدث. حلو. تكست سترينج شوف بقى لي كام سنه بكتب جو لسه برضو بتلخبط في ايه ان احنا ازاي نعرف ال اوكي ده هنا فلوت 64 سهلة دي. جميل. يبقى نيجي هنا نقول له بقى ايه context width و context lines يبقى بدل التلاتة دي نحطها هنا وبدل دي نقول له ايه string width ونديله ال pdf ونسيف المفروض دي يظبط شوية شكل ايه دي عايزة انت ممكن نرجعها له هنا انت مش مشكلة. ونقول له هنا دي يبقى انت بتاع math dot seal يعني هي round up ايه هنا مشكلتك المالتي سيل دي عايزة ايه فلوت امال ايه المشكلة بقى انا عكسهم ماشي دي فلوت 64 خلونا نرجع الويت الاول وبعد كده النمبر اوف لاينز كانوت يوز از فلوت الهايت عايزين فلوت برضو ماشي سهلة دي مش مشكلة اقول له float 64 جميل وخلونا نران كده ونشوف ده هيطلع المربع مظبوط ولا لا بص طلع المربع actually طير منه حتة يمكن عشان البوردر مثلا حاطينه نجرب نشيل البوردر ده
ليه قالش كده؟ عشان المفروض بس دي بتجيبها مظبوطة. هنخلي مثلا دي بلس 1. وفين الحاجة الـ error اسمه off by 1؟ مش فارقة. بلس 2 يبقى off by 2 error. تمام ماشي، أنا مقتنع. هو الـ PDF زي ما قلت لكم بيبقى كله إيه، عبارة عن تأييف كده. طيب نعمل نفس الموضوع برضو لمين؟ للأدرس. نجرب نران تاني وطلعت لنا مظبوطة. السؤال بقى ليه دي اتحطت هنا ودي ما اتحطتش جنبها؟ سؤال كويس. يعني رجعنا البوردر تاني هنلاقي هو ظبط، بس هو ما حطلناش الحاجات جنب بعض. سؤال جميل جدا جدا. Continuous with line break, they can be automatic as soon as the text reaches the right border of the cell, or explicit via the cut. As many cells as necessary are output, one below the other. Text can be aligned, centered, or justified. The cell block can be framed and the background painted, see cell format. Current position of the column multi cell is the beginning of the next line, equivalent to calling cell format with ln equal to 1. W is the width, height. اوكي مش فاهم الصراحة ليه. طيب خلونا مبدئيا ايه نبص نشوف ازاي هنقدر نحركها شوية. قلت لكم الاول PDF دي حاجة سخيفة، شكلنا اصلا مش هنكمل انفويس لحد الاخر، هيبقى كفايه قوي ان احنا ايه عملنا الكلمتين اللي احنا عملناهم دول. طيب خلينا نبدا ان احنا نغير مكان دي الاول، نجيبها ايه على اليمين هنا. تمام الاول تعال نشوف هعرف اعمل بورد للصفحه كلها ولا لا. ندور مبدئيا لو جيت زودت بيج تاني هيحصل ايه؟ هل تفتكروا هي ريبيت فعلا الهيدر ده؟ تعال نرن كده ونشوف. هي الصفحة اهيت، نزلنا تاني الصفحة التانية. جميل، يبقى فهمنا الهيدر فانكشن دي بتعمل ايه. نشوف بقى نحرك مكانها ازاي. بالتالي كان في فانكشن اسمها pdf dot set xy، define the abscis and orient the current position. اوكي تعال set الواي مثلا ايه بزيرو قبل ما نعمل دي، نشوف هتفرق في حاجة ولا لا. طلعتها فوق. جميل، عايزين بقى الاكس بتاعتها كمان. طيب انا سيت اكس واي تبقى عبارة عن ايه، تايتل ويدث بلس الكونتاكتس ايه ويدث. ايه مستنية ايه نيم فلوت، والواي بتاعتنا تبقى الزيرو او مش الزيرو، ممكن نقول مثلا ايه pdf dot، كنا غير الاكس بس نشوف الواي هنظبطها ازاي بعد كده. الواي اتحطت على اخر دي، احنا عايزين نرفع الواي بالهايت ده.
اللي هو هيبقى الرقم ده بس بالنيجاتيف. نحطه كده نقول له نيجاتيف الرقم ده set y و x. راحت فين؟ ليه نزلت تحت؟ الواي شغالة ازاي؟ خلينا دي 10 مثلا هيحصل ايه؟ تذكروا النيجاتيف مش شغالة زي ما متخيل؟ 10 ظبطت بالظبط ما شاء الله. هو الرقم ده كان كام طيب؟ طيب هي 10 ظبطت خليها زي ما هي. والاكس بقى هي اللي مش عارف ما ظبطتش ليه، غالبا عشان في عندنا كمان مسافة هنا على الشمال. دي سهلة تتجاب، دي ممكن نقول له كده ان ايه، كان متهيألي pdf dot get margins get page size width الهاي بتاع الصفحة get margins، نقول له ايه left margin، يرجع لنا ايه تاني دي بترجع 4 حاجات. خلينا نحط كده دلوقتي وبعد كده نشوف اللي بترجعه. ترجع left top right bottom، left top right بطن. فاحنا عايزين هنا نقول له ان احنا الاكس بتاعتنا هتبقى ده زائد ده زائد ده، وعايزين التوب مارجن عشان نسات الواي، ودول كده ممكن ايه نشيلها. يبقى ده 10 دي نحط التوب مارجن، المفروض يدينا الافكت اللي احنا عايزينه. هنا نقول له بلس صحيح. بالظبط كده، بس هي دي مش اللي احنا عايزينها قوي، بس طيب خلينا برضو ايه نلون دي، نستخدم سيل فورمات لان كانت بتنفع تاخد بوردر تكست سترينج البوردر، هندي له 1 وهندي الباقيين ايه لاين هايت line string fill link link string. تعال نشوف سيل بتنده على ايه. كده بتنده على سيل فورمات انترنالي بالظبط كده. احنا هنغش، هناخد كل الكلام ده كده كوبي ونحطه هنا ايه بيست، بس نبقى عايزين دي تتحط ب 1. وهو هنا بيخليها نهايه 0 بليفت الاين و مش فيلد. نجرب نرن، حطينا البوردر صغير كده ليه بقى يا خلبوسة؟ هل اللاين هايت ده بيفرق؟ لو خلينا دي 10 مثلا نكبره، لا اللاين هايت ده بقى اللي بيفرق تقريبا. خلي دي 36 طيب اوكي. احنا عايزين اللاين هايت ده احنا نحسبه برضو، هنقول له ايه لاين هايت تايتل لاين هايت، هنفكس بقى اللاين هايت اللي فوق دي احنا مبنقدرش نستخدمها اصلا، وهنجيب اللاين هايت هنا بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها دي string width. هنجيب اللاين هايت ازاي؟ مش كنا حسبنا اللاين هايت هنا في حتة ولا شلتها؟ طيب تايتل هايت، في حاجة عاملة كده pdf dot get font
font size. Font size returns the size of the current font in points, followed by the size in the unit of measure specified in U. Second value can be used as a line height value in drawing operation. This is how to get a. Here the title height. ممكن نستخدمه برضو ايه احنا context خلني برضو نيم كوبيا كده دي تبقى address and save and run. كده ظبطت شوية هي بس دول كبروا قوي افتكر لاين هاي دي مش محتاجين نضرب بقى في الـ number of lines هنجرب في context كده الأول نشوف جميلة لو كبرنا طب سطر كمان نجرب backslash n test 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 فتظبط ولا توك تمام يبقى هي دي مظبوطة كده يبقى احنا مش محتاجين هنا اصلا نرجع ايه number of lines هايل خلينا تحت هنا نموديفاي الفانكشن بتاعتنا انها تبقى بترجع فلوت بس ده الويدث ساعتها ممكن نفكس ليه الفاريبل ده كده زي الفل تعالوا بقى نجيب دي على اليمين خالص بس قبلها خلوني اعمل بوردر للصفحه كلها ازاي نعمل بوردر للصفحه كلها احنا ممكن هنا برضو نقول له ايه page width و page height equal pdf dot get page size جميل ونقدر نقول له بقى pdf كان في حاجه رياكت شفتها رياكت let's open it there some rectangle فعلا الاكس بتاعته الاكس هتبقى left margin والهايت بتاعه هيبقى page height minus top margin minus bottom margin يبقى احنا عايزين هنا نجيب bottom margin تاني كان انهي واحد right to bottom ده الـ X والـ Y عشان ده الـ Height مش الـ Y الـ Y بتاعتنا هتبقى الـ Top Margin والـ Width بتاعنا هيبقى عبارة عن الـ Page Width minus الـ Left Margin minus Right Margin والـ Height بتاعنا هيبقى ده والـ Style Filled D for Outlined يبقى هي امتى سترينج اصلا هتتعمل دي اوكي خلينا نسيف كده ونشوف دي هتعمل ايه ما عملتش اي حاجة الحمد لله نحط انا هنا دي ما عملتش اي حاجة طب خلونا نعمل كده نجرب values مفهومة مثلا ايه عشرة عشرة مية مية وعشان نشيل الكومبايل ايرور
خلينا نعمل كده go runway dot go. طيب خلينا نشوف هو عامل هنا ريكتانجل ازاي. خلاص السيرش مش شغال. جميل السفير ضرب مننا. تعالي ركز كات في الفونكشنز اللي تحت. تعالي نشوف كده round and rect. مش عايزين تعيد, عايزين ريكتانجل عادي يا جماعه. ريكتانجل عادي set في الكولر اللي بترسم rect. حركت اهوت. هنجرب اف ودي. طيب نعمل له فيل شوف هيعمل لنا ايه. دي اي اف قفشت كده دماغي. ولا الهوا تكون محتاجين set line width دي pdf.set line width واحد مثلا. لا ده البوردر. لا مش عايزين البوردر كده. set draw color set fill color مثلا. تعال ناخد دي ولا لا. تعال نشوف حتة تانية برسم فيها rectangle. set page sub right page box grid. الحين بقى ناخد الفايل ده كله كده copy نحطه هنا عندنا. مثلا new file ايه example.go and paste. ونحطه هنا main test. يا باشا مين عشان دي المفروض تقريبا نسميها مين تست على اكزامبل وخلاص. ماشي جميل. تعال ندور فيها بقى كده على function اسمها rect. rect margin of top bottom of cell set font set page get page size. بنعمل نفس الحاجة اللي احنا عاملينها columns rows. split lines ادي الريكت اهوت بيرسمه عادي جدا باكس وواي. محطش ولا الوان ولا حاجه. وانا مش راضي يترسم معانا ليه بقى. افتكر الريكت مش بيرسم اصلا.
rect opposite rectangle with كذا with the upper left corner positioned at point x1 can be drawn. Draw now. امال ليه مش طلع لنا هنا حاجه؟ نكبر دي شويه مثلا، نخليها ايه 40 او 30 او 30. اوكي فاكس بوردر بلاها بوردر. انا كنت عايز اعمل الكلام ده اصلا ليه؟ كنت عشان مديون سيرش جو بي دي اف بيج بوردر جو اف بي دي اف. في توتوريال زي ممكن تبقى ظريفة. هي الطريقة دي ظريف والله. الويب سايت ده تعال احطه لكم في الكومنتس كريفرنس. ازاي نعمل تيبل، ازاي نحط صورة، ازاي نسيف الدوكيمنت. نايس جدا والله. طيب تعالوا بس على الأقل ايه نحط الكلام ده على اليمين خالص هنا. ازاي هنحطه على اليمين؟ هنقول له ان سات الاكس والواي بالمنظر ده. الواي هنسيبها هي المارجن توب مارجن، الاكس بتاعتنا بقى تبقى عبارة عن البيج ويدث ماينس الرايت مارجن ماينس ايه الادرس ويدث. ونشيل دي دلوقتي رقم تاني تشوف الاوتبوت جابها لنا على اليمين اهو بالظبط المسافة دي بتاعت المارجن. تعال نحط دي كمان جنبها تبقى حاجة شبه كده برضو. بس كده هنحتاج نبدل ترتيب الاتنين دول عشان هنحتاج نحسبها برضو بالايه. هناخد دي كده ونقول له بقى ان دي تبقى عبارة عن minus lattice width minus ال ايه contacts width بالظبط كده جنب بعض. هنشوف ال example اهو محطوطين مظبوطين. تعال مثلا نحط بينهم مسافة فممكن نقول لهم minus ايه 10 كده في النص زي الفل. ممكن نحط يعني حاجتين دول. ممكن بقى نحط الصورة بتاعتنا فخليني مثلا اقول له ايه هو كان حاطط لينك هنا للصور جايبها منين دي تبقى ظريفة. هنا the images directory already هو عنده images directory بس انا فاكر كان في هنا لينك gopher images على جيت هاب. دي كانت ريبو ظريفة كده فيها صور كتيرة جدا 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 لحاجات جو. ممكن اخد منهم حاجة مثلا حلوة دي هذا كلهم انا هاخد اللي هو في المدينة دي يعني هتفتكروا جو فور كوميونيتي
نعم مش مسهل الدنيا خالص، لأن احنا دي الصورة اللي احنا عايزينها. ليزي جوف، يلا ناخد أي حاجة وخلاص. لا كبيرة أوي، هنشوف دي كده جوفر سباك مونيتور سبيس مونيتور. طيب انا اقول فاكس، خلينا ناخد الصور اللي هو حاططها وخلاص. كان هو بيقول اعمل ايمجز هنا، هناخد منها ايه انفويس، هاي صورة الانفويس، ونقول له كوبي ايمج ادرس، نزل هنا جميل، وهذه الصورة نعملها رينيم. لو فتحناها هيطلع لنا مش هو ده اللي انا عايزه. هاي الصورة دي بس ما علينا، تعال نجيب أي صورة وخلاص. أقول له مثلا جوفر لوجو، أنا كان أوريدي عندي جوفر لوجو، خليني أجيبه كوبي من بيكتشرز جوفر، نجيبه هنا جميل، بس كانت صورة كبيرة شوية مش أحلى حاجة، خلينا نجيب جوفر لوجو أحسن. أنا ناخد دي كوبي مش أدرس، أقول له دبليو جيت نسيفها أز جوفر دوت ng، مش مظبوطة، open image new tab، نقول له file type png، copy image address wget الكلام ده output gopher.png. نبص عليها ايه فاتش برضه، رينيم، قول له ايه جوفر، نمسح الفايل التاني ده. جميل، ازاي بقى نحط الصورة بعد ما جبناها؟ هنلاقي اكيد في الاكزامبلز اللي كانت موجودة حاجة للايمج بالظبط، انا فاكر انها كانت سهلة، هنقول له ايمج pdf.image على طول. تعالوا نجرب نحط الايمج هنا،
pdf.image نشوف الباراميترز اللي بتاخدها. تاخد image name هي اسمها gofer.png سهلة. الاكس بتاعتها هيبقى التايتل width والهايت بتاعها هيبقى زيرو. اوكي هو بيقول deprecated دلوقتي. في حاجة اسمها image options. هي طيب gofer.png ده هنبص على documentation بتاعتها ممكن يكون فيها حاجة مفيدة. صلاة النبي. Put a JPEG canopy. The size it will take on the page can be specified in different ways. If both W and H are 0, the image is rendered at 96 dpi. If either W is 0, it will be clear from the other dimension. حلو قوي. طيب يبقى احنا image options كده بتاخد ايه تاني؟ بتاخد ال X وال Y. فاحنا ال X بتاعتنا قلنا ال title width بلس 10 مثلا والواي التوب مارجن والويث بتاعها نخليه مثلا ايه 50 والهايت 0 ويبقى فلو واوبشنز ولينك. هنشوفه ايه فلو دي. Just with a call to either. If you register image, okay. So the image is obtained from some other mean. Flow is true, the current Y value is advanced after placing the image, and the page break may be made if necessary. Okay, we have a flow. دلوقتي بنقول له فولس ونل وايه زيرو وامتي سترينج. تعال نشوف ده كده هيعمل لنا ايه. جو ران مين دوت كو نوت يوز نل اس تايب ايمج اوبشن. جميل. ايه ايمج اوبشن دي بقى؟ image type ال image type تعال نسيرش على هنا كده في الاكزامبلز. الاكزامبلز في حاجة اسمها image options بالظبط. example image file image file مش عارف و opt فين opt دي فاضية كده بس يا باشا انت تؤمر. قال له gofpdf.image option اها ونرن تاني ونبص على الأوتبوت بتاعنا. جميل وزي القمر زي القمر. احنا خلينا بقى نعملها العكس. نقول له مثلا الهايت الهايت يبقى بزيرو الويث يبقى بزيرو والهايت بتاعنا يبقى نفس ايه التايتل هايت. نشوف هيظبطها كده قد التايتل ولا لا. كلام جميل وزي الفل. خلينا ايه نزقها حتة كده نقول مثلا بلس 50
جميل، عايزين بقى نسنترها في النص، تفتكر نعرف نظبطها دي؟ هناخدها كده في الآخر ونقول له بقى الاكس بتاعتها بدل ما هي التي ام دي، خلونا نحط هنا مثلا ايه الايمج اكس، ايمج اكس هيبقى عبارة عن عايزين فين الحسبة بتاعتنا؟ عايزين نحسب المسافة من اول هنا لحد هنا ونحط الصورة دي في النص. فمن اول هنا دي هنجيبها ازاي؟ فهو هيبقى عندنا، تعال نحط النص الحاجات كلها كده جنب بعض، احنا عندنا ال left margin زائد ال ايه ال عندنا ال page width هيبقى يساوي، تعال نعمل equation math كده، left margin زائد ال title width زائد المسافة بتاعتنا هنا، تعال نحطها كده زيرو دلوقتي، وهيبقى فيها طبعا الايه image width، مش عارف هنحسبها ازاي بس خلينا نشوف. وبعد كده هيبقى عندنا ال contact width في 10 كنا حطيناها، وبعد كده ايه ال address width وبعد كده ال right margin. جميل، فاحنا نقول له ان احنا المسافة بتاعتنا دي هتبقى تساوي ده ماينس الليلة دي كلها. ده هيدينا ايه؟ عندنا المسافة البيضاء. جميل، عايزين المسافة البيضاء دي ناخد نصها جميل ونحط على الشمال هنا left margin زائد title. زائد نص المسافة دي ونسيف وليتس هوب ان الحسبة تكون مظبوطة. left margin هنا مش حاطينه بالظبط، سنتر كده جرب ليه نزل تحت. هو انا عكست دول؟ لا طلعت الوقت سوري، دي ال top margin ودي كده image x بالظبط كده كده في النص. عايزين كمان بقى نشفتها شمال سنة اللي هي يبقى نص حجم الصورة، فنص حجم الصورة ده نجيبه ازاي؟ pdf dot حاجة اسمها image size مثلا get image info gofpdf.png image info دي image info و image info ده. طب واخدين بالكم ان في utilities كتيرة موجودة في الدوكيمنت، مش شرط انها سهلة عن الدنيا. عندنا حاجة اسمها width اهيت تتنى the width of the page and the units of the pdf object. هل جميل، يبقى نقول له هنا ال image width بس هي مش هيبقى ال width كله بقى، لان احنا عندنا احنا مصغرينه على حسب ال height بتاع ايه بتاع ال title. يبقى في equation كده اهو، يبقى احنا لو ده ال title height نشوف هو ratio قد ايه من ال title الاصلي، فنعمل كده في ده على ال height جميل، يبقى ده كده و minus هنا كمان ده على 2 و run. المفروض ده شفتها سنة صغيرة على الشمال
او يضرب زي ما ضرب دلوقتي. ايه المشكلة اللي حصلت؟ Register image specified by the image. The image is not being nil is returned. طب ايه بقى register, register image ده؟ تعال نشوف PDF في حاجة تانية بتجيب ال image. get image. وايه register image دي بقى؟ So I'm adding it to the PDF file but not adding it to the page. Use image with the same file name to add the image to the page. Note that image calls this function. So this function is only necessary if you need information about the image before placing it. Okay, here we turn on the register image options. Ahead. Taliban hatta fuq hana kira nqul masalan ايه doc header image equal gopher.png ننزل تحت كده نقول له سنعمل نقول له image options var pdf dot gof pdf dot image option نستخدمها مرة هنا وهنقول doc header image نقول له هنا برضو image option ون save. جرب نرن تاني هيطرد لي image options. جميل. اسمها دوك هيدر ايمج. غلطة المطبعية لسه غلطان فيها من شوية. نرن. طبعا في حاجة زمان عايز اشيل بس الاكزامبلز عشان هو مش راضي يكمبايل كويس طول ما هي موجودة. نمسحها دلوقتي ونسيف هنا تاني. المفروض يطلع الايرور هنا بالظبط. سيف كده go run win.go. المرة دي ايه ظبطه لنا مكانه في النص بالظبط. لو جيت تشوف هتلاقي المسافة دي. لو جيت عملت كده خدت المسافة دي 100 تقريبا. المسافة دي 80 تقريبا. مش كده بس احنا مش نص الوث. عايزين نشيل الوث كله بالظبط كده. ممكن عملنا كده تسعين والناحية دي تسعين برضو. مش عايز السكرين شوت. جميل. يبقى احنا كده ممكن نشيل بقى البوردرز دي عشان احنا خلاص اتأكدنا ان الدنيا مرسومة زي ما احنا عايزينها. جميل. وممكن العشرة دي كمان نخليها خمسة زي ما خليناها خمسة. نخليها برضو هنا ايه خمسة عشان هنعمل الحسبة مظبوطة. المفروض ايه لما نرفرش يطلع الدنيا هنا مظبوطة مفيش اي حاجة بص. جميل جدا 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 جدا. انا مش متضايق ان احنا عملنا لحد دلوقتي. واحنا عملنا اول حتة من invoice كده حطينا الصورة وكلمة invoice وايه كلام عالي وزي الفل. طيب الكلام بتاع ده اتحط برضو بسيل زي ما انت شفت عم بنقعد نحسبها بالطريقة دي. الميزة بقى في اللي انا عملته ايه طالما انا عامل لك الكليشنز ان احنا لو قررنا ان انا مثلا البيج بتاعتنا دي بدل ما هي بورتري تبقى لاندسكيب عملت رندر للبيج كل حاجه تطلع مظبوطه زي ما هي والدايمنشنز مظبوطه.
عشان احنا عاملينها كلها calculations. احنا ايه المسافات كلها طلعت متظبطة زي ما احنا متوقعين. جميل. بس فهو ده اللي بس كنت عايز اقوله في PDF، ان احنا محتاجين نفهم الدنيا مرسومة ازاي، الدايمنشنز بتحسب ازاي، الارقام دي بنجيبها ازاي، وزي ما وريتكم في utilities كتيرة جدا موجودة في الباكج تعرف تساعدنا ان احنا نرسم الحاجة كويس، ونجيب المارجنز والبيج سايز والكلام ده كله، نظبط الفونت سايز، نجيب حجم التكست وطوله وعرضه والليلة دي كلها. بس واليوتيليتيز كافية اوي ان احنا نعرف ايه نرسم ونظبط بيها الموضوع. جميل. هنا بقى تعالوا نشيل الحاجات اللي ملهاش لازمة، ده البيج هايت مارجن بوتوم، والمفروض ده لو شغلناه تاني يطلع لنا ايه نفس الاوتبوت بتاعنا العادي. جميل. طيب تاني ده كان اخر فيديو في السيريز دي، اتمنى تكون الدنيا كانت مفيدة بالنسبة لكم. لو عندكم اي اسئلة let me know في الكومنتس او reach me directly في اي حاجة على السوشيال ميديا، واشوفكم ان شاء الله في سيريز تانية، وكل سنة وانتم طيبين.